اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك اسئله كتير على السوشيال ميديا. ايه موضوع سمك التعابين؟ سمك التعابين مش التعابين اللي التعابين التعابين، لا، السمك ده نوع، التعابين دي نوع من انواع السمك طبعا لطيفه وجميله، وانا شخصيا بحبها، احب اكلها مقليه، بتبقى لطيفه وكريسبي لطيفه. النهارده اعملها مع الرز برام، يعني طاجن مع الرز كده، نشوف نعملها مع بعض ازاي، والرز ياخد طعم التعابين بالفليفر والتوابل. معانا الكابوريا النهارده، هنعملها صينيه في الفرن، صينيه الكابوريا بالخضار مع بصل ومعاه فلفل الوان ومعاه كزبره خضراء وفيها حب كمان، ازاي نعملها وتبقى الكابوريا فيها الطعم اللطيف ونقزقز كابوريا. معانا سلطه البطاطس النهارده بالكزبره والمايونيز، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. يعني انا كنت ممكن اقدم سلطه الطحينه، ممكن اقدم سلطات اخرى، سلطه البنجر مع السيفود، ولكن حبيت النهارده سلطه البطاطس بالمايونيز عشان الاطفال يحبوها جنب السيفود. حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده، فيها معلومه غير معلومه، واحنا بنعمل سمك التعابين النهارده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من خلال السوشيال ميديا. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف أسرار ومعلومة غير معلومة. أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا النهاردة سمك التعابين، هنعملها طاجن في الرز، نشوف نعملها مع بعض ازاي، والأكلة دي لطيفة مش لازم ناكلها كل يوم، ممكن مرة في الشهر في المناسبات. التعابين أكلة لطيفة ولكن مش المعتاد ان احنا بناكلها دايما، يعني اللي بيحبها. تعابين، سمك التعابين بنشتريها من اي حلقة سمك موجودة معانا، ومعانا رز مصري، ومعانا قليل من الحليب واحد كوب، ومعانا ماء شوربة او مية مغلية عادي، وزبدة وبصل وتوم وبهارات. البهارات بتاعتنا الاساسي فيها كمون وكزبره والحبهان. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. سمك التعابين طاجن في الرز، مقاديرها بسيطه وسهله وتقدر تاكليها لاولادك الاطفال. هتقول لي يا ممتاز التعابين دي لها قيمه غذائيه عاليه جدا. طبعا ممتازه جدا ومفيده جدا، وفيها فوسفور وفيها اوميجا 3، والدهون بتاعتها دهون امنه. والتعابين من الحاجات اللي هي ما بتبقاش راعيه، مش بتاكل اي حاجه، فاللحم بتاعها لحم نظيف، عامله زي الارانب كده في الايه، في الاكل. الارانب طبعا احنا عارفين كلنا اللحم بتاعها ابيض ولطيف وجميل ونقي. تعابين نفس القصه، لا تعابين راعيه ولا يقول لك تعابين مزارع ولا الكلام ده، تعبان بتلاقيه لطيف زي كده بالشكل. طبعا انا سالخها علشان طبعا ايه، عشان نخلص من موضوع الدم والحاجات دي كلها. بتتسلخ ازاي؟ هو ده الكلام، بنيجي من عند راس التعبان وبنقطعه كده كاننا بنذبحه. حلو الكلام؟ اه، يعني بنقطعه داير ما يدور، وبراحه خالص كده بطرف السكينه بنخلي الجلده لغايه لما نقدر ان احنا نتحكم فيها، وبواسطه منديل بنمسك الراس ومنديل تاني بنمسك الجلده وبنسحبها، بتطلع بكل سهوله زي الشعره من العجينه. بتتسلخ معانا وتبقى بالشكل الجميل ده وتتغسل من جوه، وشايفين النظافه، هي دي التعبان. اه، تعبان صاحي وزي الفل، واللحم بتاعه جميل، تبص عليه مخرج ده. اه، تعبان ده بصراحة الصغير الحلو ده يتاكل كله مع بعضه، مش محتاج بقى حاجة يعني. ولكن اللطيف فيه تحب تاكله يا مغازة، أنا أحب أكلها مقلية بصراحة. التعابين دي أنا أحب أكلها مقلية، بتبقى حلوة ولطيفة. تعالوا مع بعض نقطع التعبان علشان نبدأ إن إحنا إيه، طبعًا الديل ده أنا مش عايزه، ملوش عوزة. نقطعها كده. حلو أوي، زي الفل. ده في حتة هنا أنا عايزها. ناخد التعبان التاني ده من غير الراس. انا برضو مسحبه زي الفل. همسك التعابين دي مش هتتبل زي ما هي كده، هتاخد صدمه ناريه في النار. حلو الكلام. اه، مع بعض كده واحده واحده عشان نشوف نعمل ازاي طاجن التعابين. طاسه شديده الحراره على النار، انا قطعتها جزله بالشكل ده كده. التعابين دي ممكن ناكلها مقليه، التعبان ده ممكن ناكله زيت وليمون، ناكله مشوي، ناكله طاجن بالفريك، لطيف وجميل زيه زي العكاوي. فالتعابين نقدر ناكلها بكذا طريقه. انا حابب النهارده نعمل معاها شويه رز طاجن برام يعني، ونشوف نعملها مع بعض ازاي بتفاصيل صغيره في البايركس الازاز او الفخار حسب الرغبه.
التعابين معانا جاهزه وزي الفل. هبدا اتبلها بشويه ثوم، بشويه ثوم، وفي الاخر هنديها صدمه ناريه في قلب الطاسه. ادي الطاسه هنا او البايركس بتاعي، بحط شويه ثوم طازه حلو قوي، واحط عليهم شويه كمون وشويه كزبره وشويه شمر. ايه هو الشمر يا شيف؟ بذور الشبت. زي الفل. والبابريكا بتاعتنا نتبلها عادي، وشويه الكمون والكزبره. ده بالنسبه للتوابل. حلو الكلام. بنحط شويه حبهان وشويه فلفل اسود وزيت كده على التتبيله اللطيفه دي علشان تدينا شويه شوربه حلوين. الشوربه دي يا عم الشيف هنستعملها في ايه؟ هنستعملها في الرز. حلو الكلام. وادي الفلفل الاسود وادي الملح. دي الخلطه والتتبيله بتاعه التعابين زي ما هي كده. بنقلبها بالمضرب. اعتقد ان التعابين من الاكلات او من نوع الاسماك يعني الكبار بيحبوه، يعني الاطفال اعتقد مش بيحبوه قوي. الاطفال يحبوا الجمبري، يحبوا الكاليماريا، يحبوا السبيط. لما التعابين دي يعني مثلا والدي رحمه الله عليه كان يحبها، يحب ياكلها طاجن بالدمعه وبالصلصه وساعات بالفريك، والفريك ما يحبش الشريك. التتبيله دي زي الفل معانا. عملتها ازاي يا عم الشيف؟ تاني كمون وكزبره، توم طازه، سيبك من الباودر ده ما بيديش طعم في السي فود الا اذا تعمليه كريسبي مقلي، يعني بيخش مع الدقيق والتوبنج بتاع الخلطه. وحطينا طبعا شويه بهارات، الكمون والكزبره والحبهان والفلفل الاسود والبابريكا وشويه زيت. هناخد التعابين نغرقها في التتبيله دي بالشكل ده كده، نمسكها كده لغايه هنا زي الفل. احنا ممكن نقليها هنا تتحط في الدقيق وتطلع من الدقيق على الزيت عشان لو هتحب تعملها مقلي. بالشكل ده كده هي جاهزه. هتاخديها تحطها في الدقيق لمده 10 دقائق، تطلع من الدقيق تنزل في زيت غزير، تقليها على مرتين. المره الاولى تاخد الصدمه، وبعدين تطلعها من الزيت تريحها شويه لغايه لما تبرد، وبعدين تنزليها على زيت شديد الحراره تتقلي معاك وتبقى كريسبي وزي الفل. ده التعابين زي الفل. عندنا الطاسه بنحمرها هنا كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ حلوه زي الفل. والقرن الفلفل ده كده. معانا رز. شوفي بقى التركايه الحلوه اللطيفه. شفنا التعابين، ايه الجمال ده؟ هناخد الرز بتاعنا وننزله في قلب التتبيله بتاعه الايه؟ التعابين. حلوه قوي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بنفس الطريقه دي كده ونقلب الرز في التتبيله بتاعه التعابين. مكان ما انا متبل الايه؟ التعابين. يوم يشرب من التتبيله شويه. وانا شغال كده. واحط شويه زبده على الرز. ركز معايا عشان هنا في خبره طهويه عاليه جدا. الرز انا بحضره للتعابين وعندي ماء مغلي، اللهم صل على النبي. بس خلاص. انت هتطبخ الرز في الكسروله الازاز ولا ايه يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك يا طيب. ده ماء مغلي. تبلت الرز في مكان تتبيله التعابين ونزلت بالماء المغلي عليها مع شويه زبده. طب ينفع السمنه البلدي؟ لا، زبده. واسيبهم كده على الجنب ونقلب التعابين بتاعتنا. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلوه لغايه دلوقتي زي الفل، زي ما احنا شغالين كده. التعابين بتتحمص، بتتقلي، ما بتاخدش وقت كبير في السوى. حطيت الرز في ميه مغليه، اصبح ان هو جاهز. بحضره اهو زي ما انا شغال كده اهو. دابت الزبده، الرز خد نفس الطعم وانا شغال اهو. بظبط شويه الملح للرز بتاعي
فكرة عمل التعابين طاجن في الرز. حلو قوي. التعابين كده اتحمصت وزي الفل. ليه حمصتها يا شيف وليه حمرتها؟ علشان تبقى شخصيتها قوية في قلب البرام. زي ما انا شغال كده زي الفل. هعمل ايه بقى؟ هاخد الرز ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واجي على التعابين الحلوة دي كده. وانزل كده. الله عليك يا ولدي. زي ما انا شغال كده. حلو قوي. واخد شقشاء من الميه دي زي الفل مع قليل من الحليب. عينيه. حاضر يا فندم. شويه الحليب. الله عليك. ايه يا شيف ده؟ ايه ده؟ ده انا هاكل الرز واسيب التعابين للي بيحب التعابين. وهزه كده 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 واسيبها على نار هاديه لغايه لما التعابين اللي كانت عايشه في الميه تتعرف على الرز والبيون واللطافه اللي احنا شفناها دي. دي تعابين في الرز بعد تقريبا نص سوى للرز او ثلاث ارباع سوى. بننقل كل الخليط ده كله مع بعضه ونحطه في البايركس او في البرام زي ما انت عايزه، ومعلقتين قشطه على الوش وتدخله الفرن. هي دي التعابين اللي في الرز، بناكلها بطريقه لطيفه وجميله. وصدقيني هتاكل الرز وتسيب التعابين. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف نعمل ازاي صينيه كابوريا بالخضار. انا بعشق الكابوريا، وخاصه الكابوريا النتي اللطيفه اللي بتبقى محمله لحم. ونعرف ازاي تبقى محمله لحم وازاي نعملها مشويه. وازقز كابوريا لو ازقزوني ازقز ايه. هنطلع فاصل صغير. تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. والتعبان في قلب الميه في قلب الرز شخصيته قويه. التعبان كان من شويه تحت طلع فوق على الرز. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ الله. انا شخصيا لو انا عامل الطبق ده اكل الرز. تعبين سمينه. يعني فيها كوليسترول فيها. هي ولا الجمبري؟ لا هي. لما نحطها في ميزان من ناحيه نسبه وتناسب مع الكوليسترول. حلو. هي ولا الاستاكوزا؟ لا هي. انا مش بحب الاستاكوزا ولا بحب الجمبري للامانه والله. لو سالتوني انا احب التعابين دي، احبها على فكره، واحبها صغيره، واحبها مقليه كريسبي، واحبها كمان مشويه زيت وليمون. تعالوا نكمل موضوعنا مع الكابوريا. حلوه. الكابوريا تتفصص ازاي؟ في الكابوريا لازم نستفيد بكل حاجه فيها. احنا الكابوريا تتغسل وهي سليمه وهي بالشكل ده كده. بعد ما تفصصيها وتشيل الكفر بتاعها يا ست الكل، ما تعرضهاش على ميه خالص، لا ميه سخنه ولا ميه بارده. الكابوريا تتغسل زي ما هي كده في كسروله كبيره بميه ساقعه. الاسماك يا اخوانا ما تتغسلش بميه سخنه، ولا الطيور ولا اللحمه تتغسل بميه سخنه، تتغسل بميه نازله من الحنفيه عادي. ولو الجو حر زي الايام دي والميه نازله سخنه من الحنفيه، تنزليها من الحنفيه وتسيبيها بدرجه حراره الجو وتبقى لطيفه. بس ممنوع منعا باتا نغسل الطيور او اللحوم او الاسماك بميه سخنه. اولا هتبقى زفره، هنفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها والرونق بتاعها. غسلنا الكابوريا زي ما هي بتبقى معانا بالشكل ده كده. تفصصيها ازاي؟ مع ان انا مش عايز افصص دي، بس انا هفصص واحده واثنين عشان خاطر ست الكل. عيني. الكفر له اتجاهين، اللي هو جنب عين الكابوريا وبقها اللي بالشكل ده كده، مخرجنا الجميل هيجيبها واساتذه المصور. عيني. اللي هو الاتجاه بتاع الكابوريا اللي هي الرجول الاماميه الكبار بيبقى من هنا. لما نيجي نفصصها بنفصصها من الناحيه الثانيه. الناحيه من ناحيه الزعانف بتاعتها او البطن بتاعها. زي دي كده مثلا، بنيجي هنا. الله. ودن بطرخه بسم الله ما شاء الله. اللحم بتاعها تحت منها. ده اللحم بعد ما بيستوي بيبقى فص ابيض حلو كده.
بناخد الفص الابيض ده وممكن كابوريا جلاتان بنحشيها جوه الكفر ده مع شويه كريمه وشويه جبنه موزاريلا وندخلها الفرن حسب الرغبه يعني. ده بالنسبه لتفصيص الكابوريا. وعشان خاطر ست الكل ان شاء الله الاسبوع الجاي ممكن نعمل الكابوريا جلاتان اللي هي تستوي في ماء مغلي مع بوكي جارنيه وبعدين نطلعها نخليها ونرجعها للكفر تاني مع جبنه موزاريلا والوايت صوص بتاعنا اللطيف. الكابوريا معانا بالشكل ده كده. كل اللي انا هعمله هحطها هنا في الكاسرولة دي حلو، واحط عليها شويه زيت زيتون في صينيه بتسخن على النار حلو، هنخليها هنا جنبينا ونحط عليها الزيت حلو بالشكل ده كده. الكابوريا ما تاخدش زبده، تاخد زيت وتاخد شويه ثوم طازه والبهارات بتاعتنا. الكابوريا اهي التتبيله دي كده عشان التوابل دي تخش جوه اللحم بتاع الكابوريا، فما تحطيش اي حاجه معاها غير التوابل دي الاول. ونقلبها كده مع عصره ليمون وشويه الملح التمام، اصبحت ان التوابل دخلت جوه لحم الكابوريا او جوه ما بين الكفر وما بين اللحم بتاعها كده. الكابوريا ما فيش زفاره ولا في اي حاجه خالص. حلو الكلام. هنقلبها كده بالراحه مع فص ثوم. بالشكل ده كده انا هعملها صينيه. حلو دي مرحله خلاص اهي زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ انا عايز اعمل صينيه الكابوريا الخضار واخد طعم اليود اللي موجود في الكابوريا وطعم الكابوريا. اعمل ايه بقى هنا؟ الخبره الطهويه سمع وس. بنحط شويه زيت في قلب الطاسه اللي هتخش الفرن بالشكل ده كده. حلو قوي. وارص الكابوريا فيها. اللي جاهز في الفرن بيقول ايه بقى؟ الرز. برضو هناكل الرز ونسيب التعبي. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا دلعها بقى التعبينه. هي كان شكلها وهي لسه مش مستويه او نيه تخوف، انما دلوقتي في قلب الرز زي الفل. ويا سلام على شويه الرز اللي هم مجورين للتعبين. قول لي هتجيب ايه ولا ايه؟ هتجيب صينيه الكابوريا اللي عايز اقف جنبها كده اغازلها للصبح، ولا هنجيب التعابين المدفونه جوه الرز اللي هي الاحناش بيسموها؟ بس انا ما بحبش كلمه الاحناش، يعني بقول تعابين سمك التعابين الضف يعني، او الاحناش بيسموها بعض الايه الشباب. يعني نقول مع بعض بصوت عالي وبثقه، رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.